البيتكوين. البيتكوين هي افضل عمله رقميه واغلى عمله رقميه في الوجود لحد دلوقتي. البيتكوين هي العمله اللي بيجري وراها كل الناس. البيتكوين هي العمله اللي بيحلم بيها كل الشباب انه يكون عنده على الاقل نص بيتكوين او ربع بيتكوين. معاكم مصطفى من قناه مستر بومتك، وفي حلقه النهارده هنتكلم على اسهل طريقه تقدر تحصل بيها على بيتكوين. خليكم معايا. اولا انا بعتذر لان الكلاسيكو النهارده، وعارف ان محدش فيكم فاضي، ولكن معلش اعذروني ال 10 دقايق دول ان شاء الله تطلعوا منهم بمعلومه تفيدكم جدا. في البدايه كده الكلام على البيتكوين مش هيبقى في درس واحد، الكلام على البيتكوين هيبقى في سلسله حلقات. يعني ايه؟ يعني دي بلاي ليست جديده من قناه مستر بومتك بتعتمد على الربح او ربح البيتكوين، بتعتمد على انك تربح البيتكوين، بتعتمد على ازاي او طرق ربح البيتكوين، بتعتمد على ازاي تقدر تكسب اكبر كم من البيتكوين في وقت قصير جدا، بتعتمد على المواقع اللي بتدفع عن طريق البيتكوين. حد هيسال ليه انت جاي دلوقتي عشان تتكلم على البيتكوين؟ هقول لك للاسف انا بدات متاخر شويه، ولكن في حاجه لازم ناخد بالنا منها يا جماعه. اللي في 2016 كان ثمن البيتكوين تقريبا ما عداش ال 700 او 800 دولار. في بدايه 2000 او في يعني في اوائل 2016، في نهايه 2016 بقت البيتكوين ب 2000 دولار. في بدايه 2017 البيتكوين تخطى ال 2400 دولار. في نص 2017 في شهر 5 البيتكوين بقى ب 2800 دولار. دلوقتي في التاريخ بتاع النهارده البيتكوين اللي هو في شهر 8 البيتكوين يتخطى حاجز ال 4000 دولار. معنى كده يا جماعه ان البيتكوين في ظرف 5 شهور اتضاعف من 2000 ل 4000. ايوه، بيتكوين في ظرف 5 شهور اتضاعف من 2000 دولار ل 4000 دولار. يعني اللي كان معاه 1000 دولار حطهم في موقع من مواقع البيتكوين بقى 2000 دولار. تخيل من 1000 بقوا 2000 من غير ما تحركهم من مكانهم. اعتقد ان الموضوع ده محتاج تفكير، صح؟ يبقى تركز معايا بقى وتسيبك من كلاسيكو دلوقتي. يلا خليك معايا. هقول لك النهارده على اسهل طريقه تربح منها البيتكوين، وهي عن طريق التطبيق ده. الكلام كله هو عن تطبيق واف ريوردز. الناس كتير هتقول لي طب ده اتشرح قبل كام مره يا مصطفى، وانت ازاي تشرحه تاني والناس كتير شرحته وتطبيق مشهور جدا وناس كسبت منه وتطبيق صادق طبعا، ولكن اتشرح قبل كام مره يا مصطفى واحنا فاهمين ان التطبيق احنا بتشرحه ليه تاني. لازم نقف وقفه يا جماعه عند تطبيق بيديك 30 سنت عن كل شخص بيسجل من خلال الكود بتاعك. بيديك 30 سنت، تمام؟ انت بتاخد 30 سنت لما بيسجل من الكود بتاعك، وهو بياخد 30 سنت لما بيسجل من الكود بتاعك، تمام؟ يعني انت بتاخد 30 وهو كمان بياخد 30. اقف وقفه هنا يا جماعه. دلوقتي لما يكون تطبيق بيديك 30 سنت على كل شخص، والبيتكوين دلوقتي بيغلى 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 بيغلى، يعني لما تكسب لك 10 دولار ولا 20 دولار من تطبيق تافه زي ده، يعني تطبيق كل الشغل فيه ان هو بسيط جدا عن طريق مثلا 50 شخص ولا حاجه تكسب 20 دولار، فالموضوع هيبقى بسيط جدا في التطبيق ده. وفي طرق تهكير للتطبيق وطرق حاجات كتيره جدا للتطبيق ان شاء الله تشرح في حلقات جايه، فلازم نركز مع التطبيق ده يا جماعه ولازم نشتغل على التطبيق ده. فاكيد التطبيق ده يعني مش هيبقى وحش او مش هيبقى ملوش لازمه، تمام؟ التطبيق ده مهم جدا يا جماعه. خلينا نخش على التطبيق. تعال كده نشوف ايه هي قصه التطبيق ده. التطبيق ده يا جماعه مش هشرح لك اي حاجه فيه من الحاجات التافهه اللي بيقدمها لك. هو هنا بيقدم لك انت تحمل حاجات، تعمل صور، مش عارف ايه، تحمل تطبيقات، مش عارف كل الكلام دون بيخليك تعمله عشان تكسب فلوس، ولكن احنا مش هنستخدم ده كله. كل اللي هنستخدمه هنخش هنا ونخش على انفايت فريندز. ده الكود بتاعك، تمام؟ ده الكود بتاعك جي او 77658، ده الكود بتاعي انا، هسيبه لك اسفل الفيديو. هتسجل من الكود ده هتكسب 30 سنت وانا كمان هكسب 30 سنت، تمام؟ تمام، ده اول حاجه. انت كده بتقدم لي دعم ليه القناه بتاعتي، لان في حاجات لازم قريب جدا هنشتريها عشان هنبدا نعمل حاجات مفاجات بقى قريبه مش هينفع نقولها دلوقتي. وتاني حاجه ان انت كده هتاخد انت كمان 30 سنت. تالت حاجه بقى ان انا هقول لك على تلات طرق ازاي تقدر تجيب زوار للانفايت كود بتاعك او للكود بتاعك، ازاي تجيب ناس تسجل من الكود بتاعك. طيب انا دلوقتي جمعت 15 دولار ولا 20 دولار وعايز اسحبهم، هسحبهم ازاي؟ احنا كده عرفنا ازاي طريقه الشغل في التطبيق ده. خلينا نعرف ازاي نقدر نسحب الارباح. هنرجع على طول كده ورا، تمام؟ ورا خالص، ونروح هنا لحد البي اوت. عندك هنا البيتكوين، وعندك جوجل بلاي جيفت كارد، وعندك اي تيونز، وعندك حاجات كتيره جدا جدا جدا، عندك باي بال، عندك سكريل، تمام؟ هنخش مثلا على البيتكوين. انا مبلغ الاسحاب يا جماعه هو 11 دولار ونص، تمام؟ هنخش هنا على البيتكوين زي ما انت شايف. هتعمل كده بس وتحط هنا عنوان البيتكوين بتاعك، والفلوس بتجي لك في اقل من 3 ايام، في اقل من 3 ايام الفلوس بتجي لك. بتعمل بس ريكويست هنا وكده يبقى تمام، او تحط الكيو ار، الكيو ار كود بتاع المحفظه بتاعتك، اي محفظه الكيو ار كود ده يا دوبك بس انك بتعمل عليه وبيتم على طول انه بيوصل معاك الدنيا دي. معلش بس نرجع مره ثانيه. طيب كده احنا شرحنا ازاي ممكن نسحب الفلوس بتاعتنا.
طيب يا مصطفى، انا الوقت لما اجي اسحب فلوس اسحبها على باي بال ولا بيتكوين؟ طب ما الباي بال برضه كويس. لا اسحب على بيتكوين، زي ما قلت لك الفلوس بتزيد، الفلوس بتزيد دلوقتي، هو عصر البيتكوين. احنا دلوقتي في الكام شهر اللي احنا فيهم دول، على نهايه السنه دي البيتكوين ممكن يوصل ل 5000 دولار. تمام، بيتكوين ممكن يوصل ل 5000 دولار و6000 دولار كمان. تمام يا شباب، البيتكوين بيزيد يوميا 200 دولار او 300 دولار، انت متخيل الرقم؟ متخيل؟ فكل المطلوب منك انك هتنزل التطبيق ده وتبدا تركز على الشغل في التطبيق ده، يوم يومين 3 ايام هتبدا تشتغل فيه ان شاء الله، والثلاث طرق اللي انا اقول لك عليهم ان شاء الله تجمع زوار للتطبيق وليه الكود بتاعك. طيب ازاي بقى يا مصطفى ممكن نجيب زوار؟ اولا انا هعمل بوست على الجروب بتاع الفيسبوك، بوست على جروب الفيسبوك فيه 1000 عضو تقريبا. البوست ده هيبقى فيه كل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده ان شاء الله، كل الناس تتفرج على الفيديو ده ينزل اسفل الفيديو هيلاقي جروب، هيلاقي في الجروب ده ان شاء الله بوست مثبت. البوست ده هيبقى فيه تبادل، انك تقدر تعمل تبادل للاكواد، انت تسجل عن طريق كود حد وحد يسجل عن طريق كود بتاعك. تمام، فالموضوع يبقى جميل وسهل جدا ان شاء الله، والناس كلها تستفيد من الموضوع ده. تاني حاجه، اسفل الفيديو ده حاول تشارك الكود بتاعك مع ناس. تمام، دي الطريقه التانيه، انك اسفل الفيديو ده في الكومنتات هسيبك انك تشارك الكود بتاعك مع الناس كلها. تمام، ويعملوا تبادل اشتراكات، اللي هو اشتراكات في الواف دون، يعملوا تبادل اشتراكات اسفل الفيديو، وان شاء الله برضو الناس تسجل من الكود بتاعك. على الاقل هتجمع 30 40 واحد، وهتجمع ال 20 دولار اللي انت عاوزهم وتقدر تسحبهم على بيتكوين بكل سهوله، وعلى الاقل تجمع ال 11 دولار ونص اللي هم اقل مبلغ للسحب وهتسحبه. تمام، الموضوع مش صعب خالص. تالت طريقة بقى، وهو انك تعمل فيديو على اليوتيوب. تمام، تعمل فيديو على يوتيوب، ساعتها ان شاء الله هتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل معاك. انك تلاقي اول ما تعمل فيديو على اليوتيوب عن بعنوان جذاب، هشرح لسه حلقة العناوين الجذابة. لو تلاحظوا يا جماعة في الكام يوم اللي فاتوا دول بعمل عناوين جذابة كتير، فبحاول اجرب استراتيجية معينة كده في الشغل، وان شاء الله تشتغل وان شاء الله هشرحها لك. فمثلا انت ممكن تعمل عنوان جذاب للوف ريوردز للناس، تستهدف بيه ناس ما تعرفش التطبيق، وساعتها هتستفيد استفاده كبيره جدا جدا جدا، واسمع مني الكلام ده. تمام، بس اتمنى ان اكون بس ما قصرتش معاك في اي حاجه. تاني مره الناس ما تزعلش ان انا شرحت حاجه قديمه، لو هو في ريوردز ده حاجه تعتبر حاجه قديمه، ولكن دي اسهل طريقه لربح البيتكوين عن طريق دعوه الاصدقاء، ودي اول طريقه في ربح البيتكوين معانا في سلسله ربح البيتكوين. استنوا يا جماعه دروس تانيه في السلسله دي، ونرجع للاب. وزي ما شفتوا على الموبايل ازاي تقدر تكسب بين التطبيق ده، وازاي تقدر تشتغل على التطبيق ده وتكسب، يعني تكسب بيتكوين كتير جدا وكويس جدا من التطبيق ده، ودولارات كويسه جدا من التطبيق ده. وشرحنا ثلاث طرق ازاي تقدر تجيب بيهم زوار للرابط او لل انفايت كود بتاعك، او الكود يعني بتاعك بتاع التطبيق اللي بتاخد منه 30 سنت عن كل شخص بيسجل من الكود ده. الكود بتاعي هو اللي ظاهر قدامك ده، هتلاقي اسفل الفيديو سجل بالكود، هتلاقي برده في اول كومنت سجل بالكود ده عشان انا اكسب 30 سنت وانت كمان تاخد 30 سنت. زي ما قلنا ده بيقدم لي دعم كبير جدا للقناه عشان الحاجات اللي لسه هنشتريها، وبيقدم لك انت كمان دعم انك كمان هتاخد 30 سنت وان شاء الله تستفيد من الفيديو ده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكسب فلوس كويسه من التطبيق ده. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، معانا ان شاء الله في الفيديو الجاي. ان شاء الله الفيديو عجبك لايك الفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب القناه عشان نوصل ل 4000 مشترك. خلاص احنا لسه 20 مشترك بس عشان نوصل ل 4000 مشترك، ساعدوني بقى ان شاء الله نوصل ل 4000 مشترك. كان معكم مصطفى من قناة مستر بومتك مرة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.